السلام عليكم ورحمه الله ومرحبا بكم في حلقه جديده من الاجنده في اجنده هذا الاسبوع خيول الاستبداد فقهاء دين في ركب المستبدين في الحلقه الماضيه قلنا ان الامم التي تفسد فيها النخب تتعرض للمصائب والشرور وهذه الحقيقه هي التي ينطق بها التاريخ وينطق بها الدين ايضا فالتاريخ يخبرنا ان دول وحضارات مثل بابل وفارس ومصر وروما وغيرها قد انهارت عندما تفسخت نخبتها السياسية والمثقفة وقد أشار إلى هذا صراحة مؤرخ روما الشهير دوارد جيبون في كتابه المعروف سقوط روما حيث تحدث هذا الجيبون عن فساد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية المشتركة في الغزوات البربرية واغتصاب أراضي الآخرين داخل الامبراطوريه الرومانيه. والقران ايضا اشار الى ما اشار اليه جيبون اشار الى خطوره النخبه في تدمير المجتمع فقال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القريه هي مكان اجتماع قبيل من الناس وكلمه امرنا ليس المقصود بها الامر التشريعي بل الامر التكويني لان الله لا يشرع للفساد ولا يامر ولا يأمر به وانما هو الامر التكويني كما قلنا لان الله يخلق ويكون سنن الفساد مع سنن الصلاح ثم يعطي المكلفين الخيار في ان يختاروا السير في احد الطريقين طريق الهدى او طريق الضلال طريق الصلاح والبناء او طريق الفساد والهدم وهديناه النجدين والمترفون في اي مجتمع هم جزء من النخبه النخبه التي اذا فسدت دمرت المجتمع ويشير القران احيانا الى هذه النخبه او بعضها بكلمه الملا فقد وردت كلمه الملا في القران دائما بمعنى عليه القوه وهي في اغلب السياقات القرانيه ترد بدلاله سلبيه فالملا هم النخبه السياسيه الفاسده في اغلب الاحيان يعني هذا من باب التثقيف الجماهيري لربط القران بما يجري في واقع الناس وكان حديثنا في الحلقه الماضيه عن النخبه المثقفه يعني بصوره اجماليه بصوره عامه وكيف ان شريحه من هذه النخبه المثقفه الموزعه على فئات كثيرا منها سياسي ومنها يعني اعلامي ومنها آه يعني اجتماعي هذه النخبة، هذه الشريحة من, من هذه النخبة كيف أنها انحازت لمشاريع الاستبداد والكهنوت على حساب مشروع الديمقراطية الذي بشرت به ثورة الربيع العربي وقد رأينا أن نتناول في هذه الحلقة شريحة أخرى محددة من هذه النخبة الفاسدة هي شريحة ما يسمى بعلماء الدين المتورطين في دعم مشاريع الاستبداد والكهنوت لكن قبل الذهاب الى تحليل هذه الظاهره وتشريحها لا بد من وقفه تحليليه موضوعيه مع مصطلح علماء الدين نفسه لان اللبس الذي يحدثه هذا المصطلح قد يسبب بل انه يسبب ضبابا كثيفا على اي موضوع يمكن ان نتناول فيه هذه النخبه المثقفه وعادة ما تكون النتيجة فشلا أكيدا في الخروج بتصور واضح للمشكلة قيد التحليل والمعالجة يعني تحرير المصطلحات هو الخطوة الأولى في الوصول إلى نتائج موضوعية واضحة بدون تحرير المصطلحات بدون تحريرها وتحليلها لا يكون الأمر جدوى مهما مهما تحدثنا إذا لابد من التعريج على كلمة على مصطلح علماء الدين وتحليله من هم علماء الدين ما هي الاشتراطات التي ينبغي ان تتوفر في هذا المصطلح هذا ما سننظر فيه طبعا الموضوع حساس للغايه والكلام فيه يشبه المشي في حقل من الالغام لكن مثل هذه الموضوعات لا يمكن كما قلنا تناولها بشكل صحيح ما لم نقم باعاده تعريف المصطلحات الرئيسه فيها. ونقول اعاده تحريرها، اعاده التحرير، تحليلها، اعاده تعريفها، كل واحد. ومصطلح علماء الدين من المصطلحات الرئيسه في حياتنا كلها، وليس في مثل هذا الموضوع وحسب. وعاده ما يتم الوصول الى حقيقه المركبات المفهوميه عن طريق تحليلها الى ابسط مكوناتها، هذا معنى التحليل، التحليل هو انك تفكك المركبات المفهوميه المفاهيم الكبيره المركبه المتداخله تفتتها وتحللها الى ابسط عناصرها مصطلح علماء الدين هو مركب لغوي من كلمتين الاولى علماء اللي هي جمع عالم والاخرى الدين العالم في اللغه هو العارف المدرك للشيء على مستوى اليقين هذا العالم العالم في لغه العرب تعني العارف للشيء على مستوى اليقين يعني ادركه ادراكا يقينيا الاشياء التي نعرفها على وجه اليقين يقال انها انك عالم بها اما الاشياء التي تعرفها على مستوى الظن او على مستوى غلبه الظن فيقال انك عارف بها وكلمه الدين لها دلالات كثيره بحسب الزاويه التي ينظر من خلالها اليها كما ورد في كتب العلماء. وغالبا ما تطلق هذه الكلمه على علماء الشريعه الدينيه اي العارفين بما جاء في الخطاب الديني. يعني الذي يريد ان يتوسع في ذلك بامكانه الاطلاع على كتاب عبد الله دراج الذي بعنوان الدين. مصطلح علماء الدين إذن يعني العارفين بما جاء في الخطاب الديني. العارفون بما ورد في الخطاب في الخطاب الديني، هؤلاء هم علماء الدين. لكن هذا الخطاب نفسه الخطاب الديني نفسه فيه ما هو واضح مفهوم لكل الناس وعلى درجه واحده تقريبا من من الوضوح وفيه ما هو غير واضح ويحتاج في فهم الى علم بشروط الخطاب اللي بيسموها احيانا علوم اللغه، علوم التاريخ، علوم السياق، علوم متعدده كلها تشترك لتوضيح الخطاب يعني شروط اللغة والسياق والمقاصد التي ورد فيها الخطاب، ومن ثم فإن عالم الدين هو ذلك الشخص الذي لديه محصول علمي محصول معرفي في مجال الدلالة الواسع، الدلالة بمعناها الواسع، نقول هذا لماذا؟ لأن هناك من العامة وأشباه العامة من المتعلمين من يعتقد أن عالم الدين هو ذلك الشخص العارف بمراد الله نفسه الشخص العارف بمراد الله وهذا كلام يختلف عن التعريف الذي قدم له عالم الدين ليس العارف بمراد الله بشكل مطلق وإنما هو العارف بشروط الخطاب الإلهي وأدواته الشروط والأدوات التي نحاول بواسطتها معرفة مراد الله يعني لا يستطيع احد ان يزعم انه عرف مراد الله من الـ الـ الكلمه الفلانيه او الايه الفلانيه على وجه اليقين لا نحن نجتهد لمعرفه ذلك هذه الادوات وهذه الشروط التي ينبغي ان تتوفر في العالم لا تستطيع ان تعرفنا على مراد الله بصوره يقينيه دائما وانما بصوره ظنيه ولهذا لهذا السبب يختلف العلماء في فهم هذه النصوص النصوص الدين يعني فالنص الواحد في اكثر من راي بسبب كما قلنا اختلاف فهم كل شخص لشروط الدلاله بحسب كفاءة المتلقي كفاءة العالم يعني القارئ بحسب كفاءته المعرفيه التي اكتسبها باجتهاده في طلب العلم والان ما الذي يترتب على هذه المعلومات؟ يترتب عليها ان العالم بالدين لا يشترط فيه ان يكون مؤمنا بهذا الدين فلو ان مسلما درس التوراة دراسة وافية أو حتى درس البوذية مثلا أو الهندوسية دراسة وافية فإنه سيسمى عالما بالتوراة أو بالبوذية أو بالهندوسية حتى لو لم يكن مؤمنا بهذه الأديان ما دام طلع عليها ودرسها دراسة وافية وعرف أسرارها هذه النتيجة المنطقية نتيجة منطقية طبيعية العالم هو من يعلم له علاقة بالمعرفة ما له علاقة بالإيمان هذه النتيجة المنطقية للأسف الشديد غير مقبولة من بعض رجال المؤسسة الفقهية المسلمين فهم يشترطون أن يكون العالم بالإسلام مسلما يعني ما يكفي أن يكون عارف لا بد أن يكون مسلم دون أن يقدموا مبررا علميا وجيها لهذا الاشتراط سيقول البعض وأين المشكلة في ذلك ما علاقة هذا بموضوع علماء الدين الذين انخرطوا في دعم دوله الاستبداد والكهنوت طبعا هذا سؤال وجي ويحتاج الى سؤال بالطبع والاجابه عليه مطلوبه عالم الدين هو واحد من النخبه المثقفه التي تسير المجتمع وتصنع وعي المجتمع وحساسيته وقيمه مثله مثل غيره يعني ومن ثم فعالم الدين هو واحد من صناع حاضر الامه ومستقبلها، هنا تكمن خطورته. مثل بقيه المثقفين. هذا بحسب الواقع الاني وبحسب واقع رجال الدين في التاريخ كله، كانوا دائما صناع وعي، وصناع عقل، وصناع ثقافه. ايا كانت حتى لو كانت هذا الوعي غلط او الثقافه غلط، لكن خطوره خطوره علماء الدين او خطوره علماء الدين في المجتمعات التقليديه تفوق خطوره اي شريحه اخرى من شرائح النخبه المثقفه هنا امتياز العلماء الدين يختلف قليلا عن بقيه المثقفين لماذا لان عامه الناس لان عامه الناس لا ينظرون الى علماء الدين باعتبارهم مثقفين فقط كما ينبغي ان يكون الحال بل ينظرون اليهم باعتبارهم ملاك الحقيقة ورثة الأنبياء في العلم والإيمان هذه هي نظرة العامة لعلماء الدين هم ليسوا مجرد مثقفين فقط في نظرهم هم مثقفين وشيء آخر وأخطر ما في هذا الشيء الآخر أن علماء الدين يعتقدون ويعتقد لهم بأنهم ورثة الأنبياء في مقامين اللي هو مقام ال 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 الإيمان ومقام العلم ولأن مقام الأنبياء في أذهان العامة مقام عالي وكريم فإن عالم الدين يستمد سلطته الروحية على أفئدة الناس وعقولهم من هذا المقام، من هذا المقام الكبير باعتباره من ورثة الأنبياء ورثة مقام الأنبياء مشكلة أن عالم الدين هذه مشكلة قلنا من هنا تبدأ المشكلة مشكلة ان علماء الدين او عالم الدين الذي هو مجرد مثقف يحاول فهم الخطاب الديني يصبح لفهم منزله اكبر من منزله اي فهم اخر. يعني فهم رجل الدين للنص له مقام ارفع من فهم اي مثقف اخر. لماذا؟ لهذا الاعتبار فقط لانه ورث مقام النبوه. حتى لو كان المثقف الاخر اعلم منه بالنص وهذه مشكله مشكله حقيقيه يعني لان الفهم هنا ليس المعيار وانما درجه الايمان التي تقاس احيانا بالسنتيمتر احيانا ايمان الشخص يقاس بالاطوال طول اللحيه طول الثوب طول العمامه وغيرها من الاطوال في هذه الحاله لو قلنا ان العالم هو فقط ذلك العارف دون ان نشترط الايمان سيكون المستشرقون وطلاب العلم غير المتدينين سيكونون علماء ايضا. لكن هؤلاء الى الان لا يسمون لا علماء دين. لانهم ليسوا مؤمنين او ليسوا متدينين. هذه الفكره هذه الفكره فكره دمج شرط الايمان في التعريف بالعلم يبدو انها انزلقت الينا من الاحتكاك بالامم التي عرفت نظام الكهانه. كان الكهان هم مثقفوا المجتمع وواسطته الى الله او الى الالهه كان الكهنه يقومون بالدور هذا المزدوج دور العالم ودور النبي ويبدو ان هذه هذه الفكره او هذه الصوره انزلقت الى الذهنيه الاسلاميه بشكل من الاشكال تتجلى هذه المشكله بصوره واضحه وخطيره في مجال السياسه تعلمون ان السياسه في العصر الحديث هي المجال الذي يصنع فيه مصير الامه. المجال الذي يتحدد فيه مستوى دخل الفرد، ومستوى تعليمه، ومستوى صحته، ومستوى ثقافته، واخلاقه، وطبيعه علاقاته بالناس، وشكل الحياه من حوله. السلطه اليوم، السياسه اليوم تتدخل في هذا كله. وتحدد هذا كله. سياسه الدوله اليوم. هي التي تحدد مصيرك ومصير ذريتك وتشكل كل شيء حولك تقريبا لماذا لان سلطه الدوله اليوم قد تغولت الى حد كبير جدا في حياه الفرد والجماعه لم تعد الدوله في صورتها القديمه التي كانت سلطتها محدوده وتغولها محدود ولم يعد في مقدور الفرد ان يتجنب سياسه دولته لان تركك للشان السياسي يعني ان تترك الاخرين يقررون مصيرك يقررون مصيرك الكلي في الحياه وهذا جنون جنون ان تترك الاخرين يقررون مستوى حريتك ومستوى كرامتك ومستوى تعليمك ومستوى راحتك لا يمكن هذه امور تخصك ينبغي ان تقررها انت او ان تشارك في تحديد مصيرك على الاقل السياسة بهذا المفهوم شأن خطير لا يجوز أن يترك للعابثين بمصائر الناس والشواذ شواذ الفكر وشواذ النفس لا يجوز أن تترك هذه الأمور وهذه المصائر لهؤلاء الشواذ من أجل مصالحهم الذاتية والسلالية والطائفية والمذهبية والجهوية وما شابه ذلك هذا مصير الجميع ولابد للجميع ان يشترك في صياغته. وعالم الدين هو مواطن في نظر القانون ومثقف في نظر العلم. اي انه مثل بقيه الناس له اهواء، له رغبات، له تحيزات ثقافيه بحسب تربيته وقد يكون له نزوات ورغبات غير مشروعه بحسب تربيته. الانسان في نهايه المطاف هو يعني يتم صياغته في السنوات الخمسه الاولى من حياته تربيته. فإذا تم شحن في هذه السنوات بقيم وأفكار مناهضة للحقوق والحريات مثلا سيكون معاديا للحقوق والحريات في بقية حياته إلا ما شاء الله القلة القليلة هي التي تستطيع أن تتجاوز دائرة التربية التي نشأت فيها وفي هذه الحالة لو أن عامة الناس نظروا إلى عالم الدين لو نظروا إليه باعتباره فقط مثقف لا غير ف سيكون رأي عندهم مثل رأي أي مثقف آخر يؤخذ رأيه أو يرد بحسب ما فيه من صواب وما فيه من قيم معرفية ولن يكون له, له لهذا الرجل لرجل الدين أو لعالم الدين لن, لن يكون له تأثير خطير في الحياة السياسية لو أننا اعتبرناه مثقف من, من سير المثقفين كما يقال لكن كما ترون عالم الدين في مجتمعاتنا ليس مجرد مثقف للأسف في نظر العامة وأشباه العامة عالم الدين في مجتمعاتنا هو شيء أكبر من مثقف وأقل من نبي. عالم الدين ليس كعالم الفيزياء والرياضيات واللغة وغيرها من العلوم. فهؤلاء مجرد علماء أي مجرد عارفين عارفين بمجال اختصاصهم المدني. أما عالم الدين في نظر مجتمعاتنا فهو عارف بعلم الخطاب أو عارف بالتراث وكذلك صاحب منزلة دينية ولهذا وهنا الخطورة ولهذا فإن لكلامه تأثيرا أكبر من كلام غيره يصبح صاحب سلطة ونفوذ روحي ولهذا السبب أيضا ينبغي أن نعيد تعريف مصطلح علماء الدين وفقا للشروط العلمية الموضوعية المعتبرة في المجال العلمي ووفقا لهذه الشروط فإن عالم الدين هو فقط ذلك العارف الدارس للخطاب الديني وهي معرفه لا تميزه عن غيره من العلماء لا تميز بمقام خاص وطبعا هذا الكلام ليس راينا وحدنا يعني هذا مش راينا وحدنا في هذه المساله بل هو ايضا راي ثله من فقهاء الدين انفسهم في مقدمتهم ابو حامد الغزالي او الغزالي الملقب بحجه الاسلام فقد نقل العلامة المغربي محمد الحجوي الثعالبي في كتابه الموسوعي الشهير الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي كتاب مهم لمن يدرس تاريخ التشريع آه يعني هذا واحد من أهم مراجع تاريخ التشريع الإسلامي نقل هذا الرجل الحجوي كلاما عن أبي حامد الغزالي يقول فيه لاحظوا يقول فيه إن علم الفقه من علوم الدنيا لا من علوم الدين وإن نسبته إلى علوم الدين هو من باب المجاز فقط وأن الفقهاء من ثم هم علماء دنيا بمعنى من المعاني هذا كلام نقلناه بمعناه عن أبي حامد الغزالي وطبعا الفقيه الحجوي الثعالبي فرق من البداية بين الفقه وبين التشريع وقال بالنص بوفاه النبي انتهى تاريخ التشريع الاسلامي ولم يبق بعد الا تاريخ الفقه هذا تمييز مهم للغايه وخطير الفقه شيء والشريعه شيء الشريعه انتهت واكتملت بوفاه النبي الفقه بدا مع ظهور مؤسسه العلماء اي ان الشريعه هي ما نص عليه الوحي فقط واما الفقه فهو القانون الذي استنبطه الفقهاء من مبادئ الشريعه وقيمها لغرض لغرض سياسه الناس يعني العالم او الفقيه هو مجرد رجل قانون استنبط قوانين من داخل النص التشريعي لسياسه الناس والفقه بهذا المعنى هو معطى دنيوي كما يقول ابو حامد الغزالي حيث قال بالنص فإن قلت لما ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا فاعلم ان الحاجة قد مست الى سلطان يسوس الناس واحتاج السلطان الى قانون يسوسهم به والفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا بحكم الشهوات ولعمري انه متعلق بالدين ايضا ولكن لا بنفسه بل بواسطه فإن الدنيا هي مزرعة الآخرة أبو حامد الغزالي في هذا النص يميز تمييز جيد بين ما هو دين وما هو دنيا في مجال عمل العلماء التقط بداية الخيط وعرف وظيفة علماء الدين باعتبارها وظيفة دنيوية ولو أن نهضتنا العلمية القديمة سارت بشكل طبيعي دون أن تتعرض الانتكاسات لكنا وصلنا إلى تصور واضح يعني تصور واضح تماما لهذه المسألة مشاهدين الكرام بعد هذه الوقفة النظرية في موضوع علماء الدين سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا عن واقع شريحة من هؤلاء المنتسبين إلى فئة العلماء شريحة انحازت لمشاريع الاستبداد والكهنوت على حساب مشاريع التحرر والديمقراطية فلا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا سنتوقف في هذا المحور مع خبرين يشرحان ما قلناه في المحور الأول من الحلقة الخبر الأول من اليمن يتحدث خلال الأسبوع أو الأيام الماضية يتحدث عن زيارة ثلة متواضعة مما يسمونه علماء الدين إلى جبهة نهم لرفع معنويات جنود الميليشيا الانقلابية هذا الخبر الأول الخبر الآخر هو عبارة عن حديث تلفزيوني لشيخ دين أزهري في قناة مصرية يقول ما معناه إن إسرائيل ليست العدو رقم واحد لمصر بل قطر وتركيا وهذا كلام يختصر المشهد الحالي في الوطن العربي ويكثف الدلالة ويكشف عن مغزاه. دعونا نشاهد جزءاً من تقرير قناة المسيرة عن الخبر الأول، خبر زيارة هذا الوفد العلمائي حسب تعبيرهم لجنود الميليشيا في نهم، ثم نعود للتعليق عليه. الى اشرف ميدان واقدس محراب تحرك وفد علمائي في زياره ميدانيه لابطال الجيش واللجان الشعبيه المرابطين في خطوط المواجهه الاماميه مع العدوان الامريكي السعودي ومنافقيه في جبهه نهم للاطلاع على احوال المجاهدين وتعزيز الثبات في مواجهه العدوان مثمنين لهم الدور العظيم الذي يقومون به دفاعا عن الدين والوطن. من هذه الارض الابيه من ابطال نهم نحييهم ونحيي الجيش ونحيي الليان الشعبيه ونقول لهم نحن معكم في ارواحنا وابداننا واولادنا واموالنا اقول صادقا وملعون من يكذب ما عملي كله في عمري كله يساوي نومه من نومتكم الله يبارك بجهادكم الله. وقراءتكم وتسبيحكم الله. وغزوكم وتنكيلكم بالاعداء المعركة التي يخوضها ابطال الجيش واللجان الشعبية هنا معركة مفصلية وفارقة في مواجهة الاستكبار العالمي يقول العلماء مؤكدين وقوفهم الى جوار هؤلاء الابطال ومشاركتهم هذه المعركة العظيمة التي اصبحت فرضا على كل من باستطاعته حمل السلاح هؤلاء يجاهدون الشباب اليمنيون الذين يقفون ضد الكفر العالمي هم يقفون باسم الامة الاسلامية كلها وليس باسم اليمن انهم يدافعون عن الامه الاسلاميه كلها ان هذه الجبهه تعتبر جبهه اسلاميه ونقطه اساسيه في التاريخ الاسلامي ونحن معهم واذا دعا الداعي ايضا سنكون في وسنطرح هذه العمائم ايضا في اماكنها وللمعركه رجالها باذن الله تعالى. الملاحظه الاولى التي نخرج بها من هذا الفيديو هي ان معظم الشخصيات التي شاهدناها فيه غير معروفه جماهيريا. يعني لم يكن لها حضور سياسي أو اجتماعي أو علمي في ذاكرة الناس باستثناء ربما شخص واحد هو جبري حسن الذي أشهرته قنوات النظام السابق في برامج الفتاوى والتأييد الحزبي وعندما نقول إن هؤلاء غير معروفين في الساحة من قبل فإنما نعني أنهم لم يشاركون همومنا كمواطنين طوال هذه العقود التي مرت لقد مر اليمنيون بمتاعب كثيرة طوال فترة حكم صالح المخلوع ما بين حروب أهلية وفساد شامل في مؤسسات الدولة ونظم التعليم وقيم المجتمع وتدهور اقتصاد وغيرها كلها متاعب ومآسي لم نجد فيها أحدا من هؤلاء ينكر منكرها ويعرف معروفها على اعتبار أن الأمر بالمعروف الناعي المنكر من وظائف المؤمنين كما يظهر من نصوص القرآن فلماذا ظهر هؤلاء الآن؟ لماذا غابوا في أوجاعنا وأحزاننا الماضية وحضروا الآن؟ الجواب واضح من عنوانه هؤلاء ليسوا رجال دين بل رجال مذاهب وعصبيات ومصالح دنيوية عاجلة هؤلاء أناس هؤلاء وغيرهم يعني نتكلم عن شريحة واسعة يعني أناس عاديون لهم قناعاتهم ولهم نزواتهم ولهم تحيزاتهم مثل مختلف الناس وهذا حقهم بالطبع لكن المشكله المشكله في انهم يلبسون هذه النزوات وهذه التحيزات والرغبات يلبسونها لباس الدين وينزلونها منزله الحق بغرض بغرض التدليس على الناس والتدليس بالدين هو اخطر انواع التدليس لانه يقود الى كوارث كالتي نحن فيها الان كان من حق هؤلاء وغيرهم أن يقولوا مثلا هذا رأينا وهذه قناعتنا التي بنيناها وفقا للحيثيات الآتية واحد اثنين ثلاثة دون أن يحشر الدين في في الموضوع دون أن يحشر الإيمان والكفر في الموضوع وموضوع الكفر هنا يقودنا إلى الملاحظة الثانية ربما لاحظتم أن أحد هؤلاء العلمائيين قد قال إن جنوده في نهم يقاتلون الكفر العالمي. ويعني بالكفر العالمي طبعا اليمنيين الذين يرفضون دولته السلالية ويرفضون يعني دولة الباطل والكهنوت التي يحاولون تأسيسها. ويعني أيضا دول التحالف التي أعلنت الحرب على الميليشيا الإيرانية في اليمن. ميليشيا إيرانية في نهاية المطاف لأنها لا تخدم إلا الأجندة الإيرانية. طبعا هو كفر طائفه كبيره جدا من من المسلمين القول بان جنود في نهم يقاتلون جبهه الكفر العالميه هذا تكفير صريح للمسلمين مع ان الميليشيا الاماميه تقول انها تحارب التكفيريين ما هو التكفير ان لم يكن هذا؟ والحقيقه التي يعرفها دارسو التاريخ التاريخ المذهبي هي ان المذهب الامامي قد مارس تكفير الخصوم في ابشع صور التكفير. لانه لم يكن مجرد تكفير بل حاله تسويغ للقتل والتنكيل، كان التكفير عباره عن مقدمه للتنكيل والقتل. دائما هذا ديدنه، لكن كثيرا من الناس للاسف لا يعرف حقيقه المذاهب الاماميه وتاريخها التكفيري والدموي. هذه ملاحظه ثانيه، الملاحظه الثالثه والاساسيه هي ان عالم الدين في مفهوم عامة الناس هو ذلك الشخص الذي يقترب من الحق ويبتعد عن الباطل. يعني يجتهد في معرفة الحق من الباطل. هذا هذا لكي يقف مع الحق ضد الباطل. وكلمة يجتهد تعني أن الحق أو الباطل لا يكون واضحا أحيانا. بسبب تداخل الأمور وتعقيدها. في هذه الحالة يجتهد الإنسان في معرفة موقف الحق عن طريق جمع القرائن الدالة عليه، لما يكون الحق غامض أو لما يكون الباطل غامض يعني يحاول العالم أن يجمع القرائن الدالة على أن هذا حق أو أنه باطل. لكن ماذا لو أن هذا الحق كان واضحاً والباطل ظاهراً؟ هل يحتاج العالم إلى اجتهاد؟ بالطبع لا. يعني وهنا النقطة المهمة هل يجهل هؤلاء المعممون حقاً أين يكف الحق وأين يكف الباطل في قضيتنا اليمنيه؟ الان كيمنيين لدينا قضيه هل يجهلون فيها موقف الحق من موقف الباطل هل يجهلون ان هناك جماعه يمنيه بغت بقوه السلاح والمكر على غالبيه اليمنيين هل يجهلون ان هناك جماعه تحركت من مران لتغتصب حقوق الناس وتغتصب امرهم وتعتدي على حقوقهم واعراضهم وتنتهك حرماتهم وتقهر ارادتهم هل يجهلون ذلك؟ هل يجهلون ان هذه الجماعه نقضت اتفاق وقعت عليه؟ نقضت ما اجمع عليه اليمنيون في اشهر مؤتمر حوار وطني لهم؟ هل حقا هؤلاء يجهلون ان جماعه الحوثي وجماعه الانقلاب جماعه الحوثي تحديدا تقوم على عقيده عنصريه ونزعه دمويه، هل يجهلون هذا؟ هل حقا هؤلاء يجهلون ان هذه الجماعه فعلت هذا كله، كل هذه الجرائم، كل هذه المخالفات والانتهاكات فعلتها قبل ان تتدخل دول التحالف العربي، هل يجهلون ذلك؟ بالتاكيد لا. هؤلاء لا يجهلون هذه الحقائق التي لا تحتاج الى اجتهاد. لكنهم يتجاهلونها. لكنهم يصدرون في سلوكهم عن هوى وفساد ضمير لا عن سوء فهم واختلاف اجتهاد لان اختلاف المجتهدين لا يكون الا في الامور الغامضه المعقده المشوشه المشتبهه اما الامور الواضحه كالشمس مثل هذه جمع جاءت بقوه السلاح تحركت من اقصى نقطه في الجمهوريه واقصت كل شركائها في الوطن واغتصبت أمرهم أمرهم الذي قال القرآن فيه وأمرهم شورى بينهم اغتصبته جهارا نهارا هل هذا يحتاج إلى اجتهاد هل هذا أمر غامض ملبس؟ لا أظن ومن حق هؤلاء أن يكون لهم ضمير فاسد ما عندناش مشكلة حسابهم على الله لكن ليس من حقهم أن يلبسوا هذا الضمير الفاسد ثياب الدين هذا كل ما في الامر الفيديو الاخر كما قلنا لمعمم اخر مصري من انصار النظام السياسي الجديد في مصر هذا المعمم الذي وصف بكونه عالم دين سئل في برنامج تلفزيوني عن شماته بعض المسلمين إسرائيل في حادثة الحريق التي مرت قبل أيام. فما كان من رجل الدين هذا إلا أن أبدى تعاطفه مع إسرائيل واستنكر الشماتة بها ثم فجأة وجه مدفعه إلى دولتين اسلاميتين هما قطر وتركيا وقال قال ما لم يقله أحد قال إنه كان يتمنى أن تشتعل هذه الحرائق في قطر وتركيا. طبعا هو رمز لها بكلب تميم وكلب أردوغان. لماذا؟ قال لي لأن هؤلاء هم أعداء مصر الحقيقيون وليس نتنياهو الإسرائيلي تعالوا نشوف صاحبنا المعمم ونرجع نعلق عليه هل إسرائيل في مرة عملت لك إساءة الجيش المصري؟ أنا كنت أتمنى أن تشتعل هذه الحرائق في قلب أردوغان وفي قلب تميم نفسه وساعتها نكبر ونقول الله أكبر هلك الله أعداءنا لأنهم أعداءنا الحقيقي مين اللي قوي جيش النصرة ومين اللي قوي وبيمول الاخوان في مصر وبره مصر وآويهم عنده بيطلعوا على قنوات عنده علشان يشتموا في الجيش المصري ويحرضوا على الشرطه المصريه ويفككوا الدوله المصريه ويحرضوا على النظام وعلى الرئيس السيسي ليل ونهار مين دول؟ مش اردوغان وقطر؟ ده احنا مصيبتنا كبيره جدا ولازم بقى وآن الاوان ان احنا نعرف اعدائنا الحقيقيين، هل نتنياهو رقم واحد؟ لا نتنياهو مش رقم واحد اردوغان وتميم هم رقم واحد ان كن وطبعا البغدادي وانصارهم والاخوان وانصارهم دول رقم واحد بالنسبه لنا قلنا من حق اي شخص ان يكون له موقف سياسي من حق ان يكون ضابط مخابرات ويلبس الثياب اللي تعجبه لكن ليس من حقه ان يوظف الدين مع المخابرات مثلا ليس من حقه ان يوظف الدين مع النظام السياسي يمسح يحول الدين الى ممسحه لاخطاء النظام السياسي وجرائمه مهما كان هذا الموقف السياسي بعيدا عن الصواب من حقه ان يكون لكن من حقنا ايضا ان نحاسبه عندما يتم الباس هذا الموقف السياسي عندما يتم الباس عمامه وجبه مسبحه فنحن امام تدليس سياسي على الارجح لو ان عالم الدين كان في نظر الناس مجرد مثقف لا يختلف عن المثقفين في شيء لما سلطنا عليه الضوء لكنه للاسف هو نفسه أصر بلسان حاله الملابس يعني ولسان المقال أصر على أن ي... على القول بأن له مقاما مختلفا وما هذا الزي الخاص الذي هذا الزي الذي يلبسه الذي يحرص هؤلاء على ارتدائه إلا ليقول لنا إن له مقاما مختلفا وإن رأيه من ثم أقرب إلى الحقيقة من سواه طبعا هذا المعمم اللي شفناه هو مجرد عينا على شريحه واسعه من شيوخ منتشرين يعني ما شاء الله شيوخ التراث اصحاب الميول السياسيه المنحرفه المنحازه الى دوله الاستبداد والكهنوت موجودين بكثره شريحه تتجاهل ولا تجهل ابجديات القيم الدينيه وصريح النصوص القطعيه في الدين هؤلاء هؤلاء يسمعون ايات قرانيه مثل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذه آية واضحة صريحة تأمر المؤمنين أن ينحازوا إلى صف الفئة المظلومة إذا بغت عليها فئة باغية فمن الذي بغى في اليمن؟ من هي الجماعه التي بغت؟ ورفعت السلاح في وجه الاخرين وفي مصر وفي سوريا وفي غيرها من بلاد العرب المذبوحه اليوم. من الذي بغى؟ الميليشيا والنظم المستبده ام الجماعات المدنيه المسالمه والاحزاب المدنيه؟ وهل هناك من طبق هذه الايه الصريحه في مثل هذه الموقف؟ هل هناك واحد منهم هذول المعممين استحضر هذه الايه الصريحه الواضحه في هذه المواقف التي حدثت؟ ابدا. هؤلاء المعممون يسمعون في كتاب الله الذي يقدسونه يسمعون قوله لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ومع هذا الوضوح ومع هذه الصراحة الا ان الفقيه المعمم يقول لا اشد الناس عداوة لنا هم اخواننا في الدين الذين يخالفوننا الراي فهل يجهل هذا الفقيه هذا المعمم هل يجهل هذه الاية؟ أم يتجاهلها؟ من حقه أن يتجاهل ويقرر مصيره في الآخرة، لكن ليس من حقه أن يجعل لكلامه ورأيه مقامًا غير مقام المثقفين، قد يصح أحيانًا أن أن تقول أن سلوك هذه الدولة الإسلامية أو تلك أخطر علينا من سلوك الدولة الأخرى الكافرة في ظروف معينة وبشروط معينة، لكن أن تتجاهل هذه الشروط وتتجاهل النصوص الصريحة في كتابك المقدس وتعلن أن العدو رقم واحد هو أخوك الذي يعارض نظامك السياسي القمعي وتخلي ساحة العدو التاريخي للأمة العدو الأساسي تخلي ساحته وتبرئه وتجعل العدو رقم اثنين هذا ليس جهلا بل تجاهل للدين يجعل العمامة التي على رأسك والجبة التي عليك مجرد أدوات شغل أدوات شغل مثل أدوات الممثل الممثل المسرحي محتاج أدوات محتاج أب محتاج ملابس محتاج وأنت بهذه الوظيفة مجرد ممثل ونحن لا نعترض على أن تكون ممثلا طبعا بل على العكس نحن نشجعك على أن تكون ممثل لكن بدون أن تدلس علينا بالدين بدون أن تقول أنك تعمل مع الله لا مع جهاز المخابرات دون أن تجعل الدين مجرد وسيلة قمع في يد الظالم المستبد هنا الخطورة أنت توظف الدين وهو قوة هائلة قوة جماهيرية هائلة توظف صوت في يد المستبد الظالم في حين أنه أتى له التحرير أتى لإنقاذ الناس وتحريرهم إذا ليس لدينا مشكلة في أن يكون رجل الدين موظف ولا ليس لدينا مشكلة في أن يكون رجل الدين مثقف لكن المشكلة هي في ان نجعل لرجل الدين او لعالم الدين مقاما غير مقام المثقف وهنا آآ آآ نقع في الفخ الذي يخدم احيانا مؤسسات استبداديه مثل الحاكم المستبد مثل جماعات مليشاويه اظن ان الفكره قد اتضحت الى هنا تنتهي حركه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله وحفظه